تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف، تنظم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 25، ابتداء من 21 ربيع الأول 1445 هجرية، 7 أكتوبر 2023 ميلادي بولاية عنابة. تتضمن التظاهرة مسابقات قرآنية وطنية في 6 فروع، وملتقى علميا وطنيا تحت عنوان القرآن الكريم وحماية الأسرة والمجتمع. الأسبوع الوطني للقرآن الكريم.